في دراسة حديثة نشرها المركز المصري للفكر والدراسات أكدت أن مصر نجحت بالفعل في خفض معدلات التسرب على مدار الخمس سنين اللي فاتوا، وخصوصا تسرب البنات. سجلت هذه الدراسة تراجع أقل من نسب تسرب الولاد. خلينا نقرأ قراءة فيها معلومات أدق عن هذه الدراسة اللي عملتها الدكتورة إسراء علي الباحثة ببرنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك. يعني في البداية عايز أعرف يعني كيف تراجعت نسب التسرب من التعليم في مصر؟ ليه نسب تسرب البنات سجلت تراجع أقل من نسب تسرب الأولاد؟ هل في أسباب لده؟ هي الحقيقة في أسباب طبعا كتير، بس خلينا نأكد في الأول على نجاح مصر في خفض معدلات التسرب من التعليم بشكل عام على مدار الخمس سنوات، خصوصا في المراحل الابتدائية أو المرحلة الابتدائية الكاملة. وإن تسرب الفتيات أو التسرب لصالح النوع واضح أكثر في المرحلة الإعدادية. حضرتك بتسأل عن الأسباب، طبعا كان في دراسة صادرة عن هي عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حصدت 10 أسباب لتراجع يعني لأسباب التسرب من التعليم بشكل عام وليس الفتيات فقط. جميل. لكن إحنا ممكن نرجح من ضمنهم السبب الرئيسي اللي هو خاص بتفشي ظاهرة الزواج المبكر. وبرضه خلينا نكون أكثر دقة ونوضح ان نسب التسرب كانت مرتفعه في بعض المحافظات وليس كل المحافظات، ولو قارنا ما بين هذه المعدلات معدلات التسرب بنسب القيد عموما في المحافظات دي او الكثافات السكانيه في هذه المحافظات هنلاقيها برضو قليله، لان اعلى محافظه سجلت نسب تسرب عاليه جدا على مدار العام الماضي كانت محافظه مطروح المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية. الحضر والريف الأكثر فيهم في التسرب كان إيه؟ لا هو ما فيش يعني خصائص الحضر والريف لم تؤثر على نسب التسرب من التعليم، ما نقدرش نعول عليها لأن مجهود طبعا مشروع القومي حياة كريمة يعني أصبح قادر على تحييد أي جزء خاص بحرمان الطلاب من المدارس. حياة كريمة بتعمل حصر للمناطق المحرومة من المدارس، بتبدأ تفتح مدارس جديدة في جميع قرى مصر الأكثر احتياجا يعني. طيب دكتورة إسراء، إيه كمان غير الزواج المبكر؟ حضرتك كنت بتتكلمي عن أسباب يعني التسرب من التعليم. تمام. السبب الأول بيكون عزوف الطالب نفسه عن المدرسة، عدم رغبة الطالب نفسه. السبب الثاني أو أعلى نسب كانت وفق الحصر الدراسة دي كانوا بيقولوا عدم رغبة أولياء الأمور في تعليم أبنائهم. هي ممكن تكون عدم الرغبة ليست بشكل مباشر، ممكن تعزى إلى عوامل اقتصادية يعني المصروفات الدراسية وإلى ذلك، خصوصا لو احنا بنتكلم عن ان نسب التسرب المرتفعه دي كانت في المراحل العليا وليست المراحل الدنيا. هل تقابلها يعني نسبه عماله اطفال؟ طيب يمكن يكون ده سبب. هو عماله الاطفال موجوده من ضمن الاسباب، ولكنها يعني لا يمكن التعويل عليها بشكل كبير. كانت وفاه احد الوالدين، الاعاقه انفصال الوالدين، الزواج المبكر، صعوبة الوصول للمدرسة، إن المدرسة مش موجودة في النطاق سكن الطالب أو في النطاق يقدر يوصل لها، تكرار رسوب الطالب، عدم رغبة الأسرة، لكن ما كانش في سبب مباشر نعول عليه يعود إلى عمل عمالة الأطفال ما إلى ذلك. طب حضرتك قلتي مرسى مطروح رقم واحد، عايزين نعرف يعني أول خمسة على الأقل يعني علشان نرصد يعني او هو نرسم ملامح. الخمس محافظات اللي يعني سجلوا ايوه نسب اعلى في التسرب عن الاعوام الماضيه كانت مطروح، الشرقيه، دمياط، البحر الاحمر، شمال سيناء، وجنوب سيناء. دلالات ده قراءة. دلالات ده احنا ممكن نقول ان محافظه زي الشرقيه ومحافظه دمياط فيهم بعض مناطق محرومه من المدارس وبيتم فيها ابنيه تعليميه بيتم فيها بناء ابنيه تعليميه حديثه، لكن جنوب سيناء وشمال سيناء، البحر الاحمر، محافظه مطروح يعني تحتاج الى مزيد من البحث والدراسه. وممكن نقول ان السبب يعود الى عادات وتقاليد خاصه بزواج الاقارب وزواج المبكر،
لكن يعني لا يمكن ان نعول قطعا على هذه الاسباب دون دراسه وبحث مفصل. يعني هم دول الخمس محافظات فقط من اجمالي 27 محافظه. يعني نقدر نقول مش هنقول ان هو مش رقم كبير، بس رقم يحتاج الى دراسه طبعا. لكن باقي المحافظات سجلت معدلات مرتفعه جدا، وباقي المحافظات هي بيها كثافات عاليه جدا جدا من الطلاب. ما يعني ان برامج دعم التعليم وبرامج تقليل نسب التسرب هي فعاله بالفعل ونجحت في باقي المحافظات. ويمكن ده اللي نقدر نرصده من خلال هذه الدراسات يا دكتور إسراء، مسألة إنه يعني النسبة بتختلف، في أماكن بتختلف فيها النسبة بالإيجاب بعد توافر المدارس، بعد إتاحة المدارس، المنطقة اللي ما كانش فيها مدرسة بقى فيها مدرسة في نطاق السكن. وده يمكن احنا شفناه في قرى اللي دخلت فيها حياة كريمة، لو هنتكلم مثلا عن أسوان كان في هناك مناطق كتير محرومة من التعليم بسبب إنه ما فيش مدارس بتصل لهذه المناطق. بعد وجود المدارس هنلاقي أكيد النسبة اختلفت، وعلشان كده تيجي أهمية الدراسة. بالظبط، أسوان من المحافظات اللي سجلت أعلى معدلات في يعني تخفيض نسب التسرب. كمان إحنا ممكن نقيس على خلفية هذه الظاهرة ظواهر أخرى بقى، زي ما حضرتك قلتي عمالة الأطفال، الزواج المبكر. يعني التعليم لما بينجح في تقليل نسب التسرب صحيح، هو بينجح على البعد المجتمعي والاقتصادي، هيحل بالتوازي مشاكل تانية كتير. بالظبط. الخلاصة اللي عايزة تقوليها إيه يا دكتورة؟ يعني المسج أو الرسالة الرئيسية اللي عايزة توجهيها من خلال صباح الخير يا مصر، تقولي إيه؟ أقول إن يا ريت يحصل تكامل أكبر ما بين المحليات والمحافظة، يعني تمام، قيادات المحافظات مع وزارة التربية والتعليم، لأني والمجتمع المحلي طبعا، المجتمع المدني طبعا يعني بشكل قوي جدا، لان قضيه الاميه او قضيه التسرب من التعليم وما ينتج عنها هي قضيه يعني امن قومي على المستوى صحيح، على يعني على المدى الابعد. فمحتاج تكاتف جميع جميع القوى، وليست السياسيه فقط، المجتمعيه بالدرجه الاولى والمجتمع المدني بالدرجه الاولى. مسؤوليه مشتركه طبعا دكتوره صحيح. اسراء علي طبعا، الباحث ببرنامج السياسات العامه بالمركز المصري للفكر وللدراسات الاستراتيجيه. احنا بنشكرك شكرا جزيلا يا دكتور على وجودك معنا دلوقتي.